بروميتوزس. جميل. طبعا نيورو فايبروميتوزس زي ما انت عارف ايه, اوتوزومال دومينانت ديس اوردر. المشكله طبعا كان بيقول لك فيه طفل عمره سنتين اخذوه المستشفى, كان عنده براون سبوت على السكن, وكان عنده سمولر سبوت كانت موجوده في الارمبت وسيفلر سويلنج. ليه اولا كان عنده براون سبوت على السكن؟ عشان الهيمرج مش براون سبوت تدخل. هو بس في البدايه بيقول لك يعني ليه البراون سبوت دي كانت موجوده, ايه سببها ايه؟ اي يعني بص, تغير في لون الجلد سببه ايه؟ ميلانين. بس يعني اه جميل, ميوتيشن بالميلانين. هو مش ميوتيشن دلوقتي في الميلانين, هو مش هيبقى ميوتيشن في الميلانين, بس سببه زياده يعني في الميلانين. جميل. هو زياده في الميلانين هيجي منين دلوقتي هنقول هنعرف يعني. وكان في اكثر من سويلنج موجود, وحتى بعد شويه قال لك انه لما فحص تقريبا السويلنج ده ما لقاش ان في بكتيريا انفيكشن, عشان يبعد دماغك عن موضوع البكتيريا ده نمبر 1. جميل. والبيجمنت سبوت رجع عادها تاني, وقال للاب والام ان يعملوا تشيك اب, وما كانوش مقتنعين ان هو جينيتك ديزيز, واخواته مش يا عم مالناش دخل ايه الفيلم الهندي ده كله, وكانوا قلقانين من السويلنج ان يبقى كانسر, وخد كانسر بايوبسي, وخد بايوبسي منها عشان يشوفها بالهيستولاب, ونصحهم ان هم يروحوا للاوفثالمولوجيست حق العيون. اه ليه يرجعنا العيون؟ النير اندي فيها. عشان الار بي مدري حق الرف الار بي ده خلاص مدري وش الار بي بس الاول اعرفه الاول وبعد كده ايه ابتك نير لتخل البروتين اللي بعيد عيوني يمكن شيء عشان دكتور حق الريتنوبلاستوما. ماشي يا عم ما تقول يا عم في يا عم. طيب خلاص لا طبعا ومش عشان كده. بص بص يا شباب, مشكله النيورو فايبروماتوزس نحكيها بس في الاول. ده طبعا واحد عنده ايه ميوتيشن في تيومر سبريسور جين اسمه نيورو فايبروماتوزس تايب 1. صح. الميوتيشن ده هو طبعا بيكون على كروموزوم اللي هو رقم 17. فطبعا بيعمل لك اللي هو نون فانكشنال بروتين من النيورو فايبرومين. اول النيورو فايبرومين ده اكثر الاماكن اللي موجوده في جسمي فين؟ نيرف مصر. حلو. موجود في النيورونات خصيصا موجوده بالفور برين هنا جاي خصيصا. ليه؟ لان برضو من مشاكل حدوث دايما الكومبليكيشن ان الطفل ده لما هيكبر هيحصل له مشاكل في التعلم في التذكر والكلام ده. جميل. طيب وبالاضافه للمسلز والنيورونات عموما يعني خصيصا بشوان وخلاف بريفرال نيرف بيظهر على السكين زي ما احنا عارفين. كنت خطاف المشكله اللي هو الكافيه اولي. جميل. اللي هو البراون سبوتس دي تبقى لونها عامل زي الحليب كده يعني قهوه بالحليب. حلو. على العين بقى اللي هو بيسموها الايريس نيفي. الايريس دي اللي بيسموها القزحيه اللي هي بتدي العين لون. الشخص دائما وابدا لو معاه مشكله نيورو فايبروماتوزس ده هو بيزيد البيجمنتيشن عنده, بتزيد البيجمنت, بيزيد الميلانين. جميل. فالميلانين موجود عندي في فين؟ يا في الجلد يا في العين. هما دول المكانين اللي فيهم ميلانين بالاضافه للشعر يعني, يا في الجلد يا في العين. فعشان كده ونصحه لو قال لك ليه سالوا انه يروح للاوفثالمولوجيست عشان يشوف اذا كان في كلامبنج اوف بيجمنت موجوده في العين ولا لا. لانه لو شافها موجوده في العين بالاضافه للجلد خلاص انت كده حددت ان هو نيورو فايبروماتوزس تايب 1 خصيصا. فليه مكتوب عندك ايه رقم 7؟ ليه نصحه انه يروح للاوفثالمولوجيست عشان يشوف اذا كان في كلامبنج اوف بيجمنت موجوده عنده في العين ولا لا, بالايريس خصيصا ولا لا. ده نمبر 1. جميل. طيب قلنا البراون سبوتس دي بسبب ميلانين بيكون زياده شويتين. ليه ليه سويلنج؟ ليه حصل برضو اكثر من سويلنج سيفر سويلنج؟ عشان اللي يعني بص فكر فيها برضو بعقلانيه. ليه ليه بيحصل سويلنج يعني برنج عشان حراره يمكن تمشيش حراره يعني. لا بص بيحصل سويلنج سويلنج في السكن. مثلا في سويلنج في السكن عندك حاجات كتير. ممكن يكون تراكم مي زي قديمه مثلا. ممكن يكون تراكم بروتينات يعني تكون غريبه وهكذا يعني. جميل. انتاج زائد من بروتين. هو انتاج زائد من بروتين خلايا بتكبر شويه هنا. انتاج زائد بروتين. انتاج زائد من بروتين. جميل. بعضهم نون فانكشنال بروتين اللي هو النون فانكشنال نيورو فايبرومين. جميل. فهتقول له بس ان سبب السويلنج ده هو نون فانكشنال بروتين اللي هو نيورو فايبرومين. نيورو فايبرومين ده الطبيعي. تقول له بس اسمه نون فانكشنال بروتين اللي هو نيورو فايبرومين. جميل. طيب تراكم نون فانكشنال نيورو فايبرومين. جميل. لانه بيتراكم في اماكن كتير اهو بالفور برين زي ما بقول لك, بالنيورونات, بالمسل, بازر تيشو, من ضمنها السكن. فممكن يحصل ايه بالسبكوتينيس تيشو او يسبب لك سويلنج في هذه الاماكن. طيب برضو ما كانش فيه حاجات تانية موجودة هنا. هما هنا طبعا لما فحصوا خدوا جزء طبعا من السكان
وجدوا ان هي موجوده بالديرمس وكانت مكونه من الريجولار سبيندل شيب واوفر مش عارف ايه والنيوكلس بتاعتها وما كانش فيه ميتوتيك اكتيفيتي. لا نو ميتوتيك اكتيفيتي نو ميت. جميل. يعني هو لو تعرض اكتر للشمس بعد كده هيسبب له ايه؟ جميل. وقال له هو طبعا بناين تيومر ممكن بعد كده يروح للكرانيال كافيتي ولازم تنظم حياتك حتى لا تحصل حتى ما تزيدش الريسك يعني الخاصه بالمالجننت بيتشينج. ما شاء الله يخطها مالك انت حاطه كويس مش حاطه كويس. طيب في مشكله زي دي انت طبعا عارف اللي هو المين كوز اللي هو الباثوجينس بتاع المشكله صح. وعارف الاعراض سواء اللي ظهرت او اللي لسه ما ظهرتش او ممكن حاجات ما تظهرش ليه مركز بقى. طبعا المشكله دي تعتبر مشكله اوتوزوم الدومينانت ديس اوردر. مواصفات الدومينانت ديس اوردر هيسالك عليها معروف. ايه هم 50% تير زايجوت ريديوس بنيترانس. قلنا معناها ايه؟ ان هي يجي لك يا من الام يا من الاب مش بالدوره الاثنين لان الاوتوزوم الريسيسيف اللي هتيجي بعد شويه بيسموها كومبليت بنيترانس يعني لازم يجي لك من الام والاب. طيب الاكسبريسيفيتي عاليه ولا متغيره ولا ثابته؟ مش قالها الترجمه بالعربي يعني اللي هو المانيفستيشن الاعراض لازم كلها تظهر على المريض؟ لا قلنا لا مش بالضروره بعض الاعراض لو انت فاكر يعني. فبرضه من الحاجات المهمه خلي بالك منها فاريبل اكسبريشن او فاريبل اكسبريسيفيتي كانت كاتبها تحت بعد في الجدول. جميل. فخلي بالك منها دي اوكي ان مش بالضروره كل الاعراض تظهر على البيشنت نفسه. هو بيقول لك على الاقل لو ظهرت بعض الاعراض من دهاء وتبقى متفرقه في اماكن عده على الاقل جمع منهم 6 مش بالضروره يكونوا 6 اعراض مختلفات. لو جمعت منهم 6 على الاقل حتى كان في كاتب لكم سؤال في الخيارات لو جمعت الكافيه قول لي 6 جميل في اماكن متعدده تحدد المشكله دي على طول او تشخصها انها نيوروفايبروماتوز تايب 1. جميل. لو سالك بقى على اعراض اخرى مثلا قول له مثلا ديفورميتي في البون او اللارجمنت في البون سكوليوزس ممكن يحصل له ايه ليرنينج ديس اوردر لما يكبر وخلاف. طبعا هل زوج الاقارب هنا له دور؟ لا ملوش اي دور خالص يعني. ودائما ابدا الافكتد ار بورن تو بي افكتد يعني الشخص المصاب لازم يخلف عيال مصابين. اوكي طبعا مشكلتكم ابوه وامه ما كانوش مصابين ليه قلنا؟ لان حصل بالزايجوت. بالظبط في الزايجوت بس هي المشكله كانت بالزايجوت ليس هنا هنا بالزايجوت مش بالسبيرم بالاوفم يعني في مثلا تكوين. يعني بقول لك ايه المشكله ده هي لازم يكون الاب مصاب عشان يخلف ابنه مصاب. طب هو الاب والام كانوا سلام وهي مشكله دوميننت فالميوتيشن حدث فين؟ حدث في السبير عند الاب او حدث في الاوفم عند الام. كويس جميل. ويتيرو زايجوت زي ما انت قلت قليل يعني ايه ميوتيشن معروف بنيترانس طبعا المشكله دي ريديوسد بنيترانس يعني بنيترانس اللي هو الاختراق مش قصده الاختراق قصده بس الجين ده يبقى جاي له منين واحد. المفروض هنا ريديوسد يعني جاي من الاب يا من الام واحد منهم على الاقل يعني معناها ability to penetrate عدد طيب variable expressivity قلنا مش بالضروره كل الاعراض تظهر ده الباثوجينيس بتاع المشكله. طبعا هل المشكله دي اللي هو ميوتيشن في الجين اللي احنا سميناه ميوتيشن في الجين موجود على الكروموسوم 17 ادى الى تكوين نون فانكشنال نيوروفايبرومي اكيوميليتد في اماكن عده مثلا بالفور برين بالسكريتال ماسل باذر تيشو زي السكين وخلافه. طيب هل المشكله دي ممكن يقول لك يحدث تتحول الى مالجنانت؟ ايه زاد الريكس اكسبلين حاجه واحده لحظه يحدث ايه يعني؟ ميوتيشن بيل بس بيل ايه بالبروتين 53 البروتين 53 خصيصا يعني هي دي اللي ممكن تحوله الى مالجنان عشان احنا قلنا عشان يحدث مالجنانسي في عندك اربع جينات اي صح اوكي بالظبط تيومر ريكروتوزيس وش اسمه؟ ريبير. طيب برضو مشكله زي دي كان بيسالك على قلنا ديفرنت مود اوف انهيرتنس دي المحاضره معاك منشن ذا كريتيريا في الاوتوزوم الدومينانت ديس اوردرز خلاص عارف الكومبليت بنيترانس بقى اخليها المحاضره كيف ليش تخليها رجع تجمع موديف انهيرتنس بعرفها خلاص يعني مش نقرا هذا يعني كيف دي تغنيك عن السؤال اللي هيسالك عليه هنا بس طبعا مصطلحات صعبه دي كابي بيست من الكتاب يعني ما اعرفش الدكتور كاتب لكم شويه مصطلحات غبيه اساسا يعني اوكي لو كان في وقت اساسا كنا واحد فلتر المحاضره اللي فاتت ايدنتيفايد ايه كومبليت بينيترنس ايه هذه اوكي جميل ايدنتيفايد هيريديتري كونديشنز بريديسبوزنج تو نيوبلاز دي طبعا كانت عندك في المشكله بقى في المحاضره يعني تعرف على الهيريديتري كونديشنز اللي ممكن تحدث الى تتحول الى كانسر يعني هو كان مقسم لك المحاضره مش محاضره ايش
محاضره نفس المود اوف انهيرتنس، مش كان مديلك امثله مثلا امراض اوتوزومال دوميننت امراض مثلا زي كذا، كان هو مركز لك على بعض الامراض يعني. هل الامراض دي ممكن تتحول لنيوبلازما؟ اه ممكن، بس لو حدث ايه اكسترا ميوتيشن بجينات اخرى يعني بالبروتين 53 بالريبير انزيمز وهكذا يعني. اشرح الباثولوجي والباثوجينيسيس والدايجنوزس والمورفولوجي الخاص بالمشكله بتاعتك دي. طبعا لو سالك على كومبليكيشن يعني كاتب لك برضه كومبليكيشن ممكن تحاول الى مالجرانسي ومن الكومبليكيشن برضه ليها ان بيحدث اعراض غتيته شويه زي مثلا حاله سكوليوزس. سكوليوزس اللي هو الانحراف اللي بيحصل في العمود الفقري. جميل. ديفورميتي بالبون. اوكي. ليرنينج ديس اوردرز وهكذا. فممكن برضه المورفولوجي ايه اكتئاب لان في عزله.